فؤاد شراوي Public Relations Committee Member at Comet. النهاردة احنا بنعمل ايه؟ النهاردة احنا بنسميليت البورصة. احنا عندنا 4 councils في Comet. ده Stock Market Council اللي هو بيحاكي البورصة. احنا جايبين computers, جايبين system بيحاكي البورصة الحقيقية. مقسمين الكونسل عندنا الانفسترز وبانكرز وبروكرز, المستثمرين او الناس اللي بتوفر فلوس للبورصة او بتشتري اصلا في البورصة, والبنوك نفسها اللي بتدي ناس فلوس, تديهم لونز, تديهم قروض بحيث انهم يقدروا يستثمروا في البورصة. الديليجيتس بييجوا يشتروا ويبيعوا, احنا بنديهم فيرتشوال ماني. كل ديليجيت بيبقى ليه اكس اماونت اوف ماني بيقعد يستثمر ويشتري ويبيع بحيث ان هو يحس ان هو في البورصة الحقيقية, بس هو مش يعني هي فيرتشوال ماني, هي مش حاجة حقيقية, هي فلوس وهمية, بس هو بيعيش جو البورصة الحقيقي كأنه في مقر البورصة. بيبتدي يشتري ويبيع في الاسهم, بنبتدي احنا نعمل اضطرابات في البورصه, البنك المركزي بيطبع فلوس, شركات بتربح, شركات بتخسر, فالناس بتكسب وبتخسر فلوسها, فبيبتدي الدليجيت او الطالب بيحس شويه بجو البورصه الحقيقيه. في الاخر خالص طبعا بندي له سيرتيفيكت من كوميت, وبندي سيرتيفيكت من البورصه ان هو اتعلم في حاجه زي دي, بحيث ان هو لو اتخرج بعد كده حب يشتغل في اي مجال وحب يضارب فلوسه بالبورصه, دي حاجه تقدر تساعده جدا, يبقى هو فاهم امتى ازاي وفين يقدر يضارب فلوسه في البورصه.